ونكمل عن موضوع التقرير وتداعياته الذي صدر عن منظمة العفو الدولية والترحيب الفلسطيني به، ونحن نرحب من جانبنا بالسفير دكتور عمر عوض الله رئيس الإدارة العامة للأمم المتحدة ومؤسساتها في وزارة الخارجية الفلسطينية. أهلا وسهلا بك دكتور. أهلا وسهلا بكم. يعني هذه ليست المرة الأولى الذي يصدر فيها أو تصدر فيها منظمة حقوقية دولية تقرير عن العنصرية الإسرائيلية التي تمارسها بحق الفلسطيني، وهذا التقرير صارخ يتهم فيه إسرائيل بالتمييز العنصري والفصل العنصري. كيف تابعتم أنتم من جانبكم هذا الموضوع؟ في الواقع أننا نتابع هذا الموضوع منذ فترة طويلة، وكنا ننتظر أن يصدر هذا التقرير في أي وقت. التقرير جاء في وقته، وهو تراكم على مجموعة من التقارير كما تفضلتي، التقارير الدولية التي صدرت عن عديد المؤسسات القانونية ومؤسسات حقوق الإنسان، إن كانت في إسرائيل أو في فلسطين أو في أي مكان في العالم، بما فيها المنظمات الأممية كهيومان رايتس ووتش، والآن لدينا أمنستي، وبعدها سوف يأتي تقارير دولية أخرى. المهم في هذا التقرير أنه تقرير قانوني يرصد هذه الجريمة التي ترتكبها إسرائيل بشكل فني وبشكل مهني وبشكل قانوني وعلمي وتحليلي واضح باتجاه هذه المنظومة التي تؤسس لها إسرائيل في داخل أرض دولة فلسطين. المهم كذلك في هذه القضية أن التقرير قد كسر واحدة من المحرمات التي كان المجتمع الدولي يحاول أن يخفيها، ويحاول أن يتعامل مع إسرائيل باعتبارها قوة احتلال فقط ضد الشعب الفلسطيني، ولكن الآن هذه التقارير ستساهم بشكل مباشر أن توجه للمجتمع الدولي توضيحا أن ما يقوم به المجتمع الدولي من تجاهل للجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحاجة إلى تغيير جذري في المواقف باتجاه التعامل مع إسرائيل باعتبارها قوة أبرتايد. إن كان الاحتلال مسموحاً بشكل أو بآخر بناء على قواعد القانون الدولي، فالأبرتايد والفصل العنصري هو محظور وممنوع ويشكل جريمة في القانون الدولي، ويشكل عملاً غير قانونياً وعملاً يجب محاسبة ومساءلة كل مرتكبي هذه الجرائم ضد الشعب الفلسطيني في هذه الحالة، وضد كذلك ليس فقط الفلسطينيين المتواجدين في الأرض الفلسطينية المحتلة، بل المتواجدين داخل الخط الأخضر، بل وذهب إلى ما أبعد من ذلك، وربما هذه واحدة من أهمية هذا التقرير، الذهاب إلى اللاجئين الفلسطينيين، واعتبار أن هذه المنظومة تشكل منظومة فصل عنصري حتى بما يخص اللاجئين الفلسطينيين، وهذه أول مرة يشار إلى قضية اللاجئين باعتبارها قضية فصل عنصري، أن إسرائيل تمارس الفصل العنصري في منع اللاجئين الفلسطينيين من ممارسة حقهم غير القابل للتصرف في العودة. صحيح، وهذا فعلا ما تميز به التقرير، أنه تطرق للفلسطينيين في الشتات، للاجئين الفلسطينيين على وجه الخصوص. أين تكمن برأيك أهمية هذا التقرير، خاصة في مساندة جهودكم ومساعيكم من أجل ملاحقة إسرائيل قانونيا ومحاسبة إسرائيل على جرائمها المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني؟ كما تعلمون نحن قد قدمنا شكوى ضد إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال أمام اللجنة الخاصة باتفاقية مناهضة التمييز العنصري، كذلك نحن طلبنا بفتح تحقيق جنائي من المحكمة الجنائية الدولية، وبالفعل تم فتح تحقيق جنائي، وبنفس الوقت تم قبول الشكوى ضد إسرائيل باعتبار أنها تقوم بممارسات عنصرية ضد أبناء الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده. هذا سيساهم في تسريع التحقيق الجنائي الذي فتحته المحكمة الجنائية، ويوجه نظر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى أنه إسرائيل ترتكب ليس فقط جريمة حرب ضد الشعب الفلسطيني، ولكنها ترتكب جريمة ضد الإنسانية، وهذه الجريمة هي جريمة الفصل العنصري. القضية الثالثة هو الحديث عن تقاعس المجتمع الدولي في متابعة ومساءلة إسرائيل على جرائمها، ووضع عواقب وعقوبات على إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال، وتحدث بشكل واضح عن دور الدول في مساءلة هذه المنظومة واتخاذ مواقف مباشرة باتجاه إسرائيل، بما فيها منع تصدير الأسلحة إلى إسرائيل باعتبار أنها تستخدم هذه الأسلحة في أعمال غير قانونية وأعمال ضد حقوق الإنسان وضد حقوق الشعب الفلسطيني. المطالبة بوقف الإتجار والمتاجرة والتجارة مع المستوطنات الإسرائيلية باعتبار أن الاستيطان هو
بشكل الأكبر لترسيخ هذه المنظومة الاستعمارية. وبدأ كذلك التقرير إذا لاحظنا بمقولة لابن دوريون عندما تحدث أن هذه الدولة كلها بنيت من أجل حماية الاستيطان اليهودي الاستعماري في أرض دولة فلسطين، بمعنى أن الاستيطان هو الشكل الأكبر لهذه المنظومة الاستعمارية، يجب تجفيفه ويجب وقف دعمه ووقف التعامل مع هذه المستوطنات. طيب من وجهة نظرك دكتور عمر، من وجهة نظرك لماذا في كل مرة في أي مناسبة فيها دعم أو مناصر القضية الفلسطينية سواء من قبل شخوص أو مؤسسات تقول كلمة حق بشأن القضية الفلسطينية تلجأ إسرائيل في كل مرة بتهمة معاداة السامية سواء مؤسسة حقوقية أو أشخاص مناصرين للقضية الفلسطينية؟ بالطبع إسرائيل تم إدانتها بشكل واضح وبشكل مباشر، فسوف تبحث عن في جعبتها عن كل الأدوات وعن كل الأسهم ل يعني استهداف هذه المؤسسات، ولديها حجة جاهزة هي معاداة السامية، القضية التي يعني ينقدها المجتمع الدولي ويرفضها كل أولئك الذين يعني يحاولون أن يوقفوا كل أشكال التمييز العنصري ضد أي إنسان في العالم. معاداة السامية شيء سيء، لذلك إسرائيل تحاول أن تستخدم هذه الشماعة لحماية نفسها، ولكن التقرير قانوني، التقرير ليس سياسي، لذلك كل هذه الأكاذيب التي ساقها وزير الخارجية الإسرائيلي لبيد وغيره من أدوات الاستعمار الإسرائيلي في الحكومة الإسرائيلية هي معروف أنها كذبة وتلفيق، وأن المجتمع الدولي لن يأخذ بهذه التلفيقات وهذه الاتهامات الجاهزة والمقولبة بشكل مسبق ضد أي شخص يحاول أن ينتقد إسرائيل أو يحاول أن يتحدث عن إسرائيل باعتبار أنها دولة مجرمة ودولة تمارس الإرهاب وتمارس جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. لذلك أعتقد أن هذا التصرف باستخدام قضية معاداة السامية سوف يؤثر سلبا على هذا المسار، سوف يؤثر سلبا على قضية معاداة السامية في حد ذاتها، وفي نفس الوقت الدول لن تأخذ بهذه الدلائل لأن التقرير الذي بين يدينا واضح قانوني شفاف، جاء من مؤسسة ذات مصداقية عالية كل دول العالم تتعامل معها، لديها أكثر من 10 ملايين شخص يتعامل مع هذه المنظمة بشكل مباشر. نعم، شكرا لك جزيل الشكر سفير دكتور عمر عوض الله رئيس الإدارة العامة للأمم المتحدة ومؤسساتها في وزارة الخارجية الفلسطينية، شكرا لك. أهلا بكم.